السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع إنشاء ميناء تاع للصيد البحري في ولاية سكيكدا، وهذا الميناء يعتبر واحد من أكبر الموانئ تاع الصيد البحري في الجزائر، والثاني ميناء من نوعه تم إنشاؤه في الجزائر بعد ميناء اللي تم في ولاية تلمسان بمنطقة بلدية سيدي وشاع في تلمسان. إذا هذا اليوم اللي رانا بصدد الكلام عليه هو ميناء الصيد البحري المتواجد بولاية سكيكدا بمنطقة واد زهور، وهذا الميناء هذا تستعمل فيه تقنية بناء المرافق فلوتون، يعني فوق الماء، مش مبنية بالخرسانة. إذن سيدي كيف لوطون، كما نعرف أنه صناعة تاع لا ريزيستونس دي ماتيريو تاع يعني مقاومة المواد البلاستيكية والمواد المركبة تطورت كثيرا، بحيث أنه هذه المواد عندنا نديرو قاعات مغطاة بهذه المواد البلاستيكية المركبة والمصنعة. إذن ويجي النهار وين نعودو نستعملو نخدمو الطائرات بهذه المواد المستعملة، وين فيها استعمال لا فيبر اوبتيك الألياف البصرية، دونك هي اللي راهي تستعمل في هذه المواد. إذن بهذه الطريقة هذه قدرنا نديرو موانئ للصيد البحري افيك دي كي فلوطون بهذه المواد. تساعد هذه الموانئ هذه تساعد كثير في تطوير قطاع الصيد البحري في الجزائر، وكذلك تساعد على تطوير الحظائر تاع تربية الأسماك في البحر. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.